انا الان كنتواجد في واحد المقر ديال جمعيه السعاده الموجوده في طنجه، وكنشكر هذه الجمعيه حيت هذه الجمعيه ديال الاحسان كتعمل الخير بزاف للناس الفقراء والمحتاجين، ويعني ما كتنساناش في كل رمضان في العواشر في الاعياد. هذه الجمعيه هذه تبارك الله ما شاء الله عليها، كتعاوننا بالزيت والطحين وجميع المواد الغذائيه اللي كتواجد اللي كنحتاجوها في الدار واي حاجه. وكنشكروا بزاف المحسنين اللي ضمنوا في هذه الجمعيه هذه وتعاطفوا مع الفقراء وعملوا هذا الشيء هذا، وشكرا بزاف ليهم، كنشكرهم بزاف. وهذه الجمعيه هذه كتفكرنا في الاعياد، في الاعياد الدينيه، العيد الصغير، العيد الكبير، العواشر، من العواشر كامله. وكنشكروا بزاف هذه الجمعيه هذه سعاده، فهمتيني، الحمد لله دائما كيتفكرونا في رمضان وفي الاعياد، العيد الكبير، العيد الصغير، مناسبات كامله كيعاونونا، صدقوا علينا مساكن دائما ما عمرهم مزولوا لنا شي حاجه ولا حيدوا لنا ولا شي حاجه. الحمد لله دائما قوفه معمره، الطحين، الزيت، السكر، العسل، ماشي نقول لك لاباشكيري، الكيكاس، الحمد لله، الشعريه، العدس، ما نقدرش نقول لك الحمد لله فايطه. الحق هو هذا، وحنا صايمين، فهمتيني. الحمد لله الجمعيه هذه دائما كتوقف معنا، الحمد لله، الحمد لله دائما جميع المناسبات الدينيه والعيد الكبير، العيد الصغير، رمضان، الحمد لله كاملين كتعاوننا بكل شيء ديالها، الحمد لله كيساعدونا، الله يكثر خيرهم، هما المحسنين ديالنا، الله يبارك فيهم، الله يرحم الوالدين. عشا مبروكه. انا تنشكر جمعيه السعاده، تتفكرنا دائما في العواشر، الله يجازيها، الله يجعل، الله يجازي الاخوه اللي تساهموا في هذه المبادره. والحمد لله تعطيونا الطحين، تعطيونا الزيت، تعطيونا السكر، التسميرات، العديسه، الحميص، جزاهم الله خيرا، دائما تتفكرونا في اي مناسبه. وتنشكرهم بزاف، تنشكر الطاقم اللي معاهم، تنشكروا حتى المحسنين اللي تساهموا معاهم، الله يجازيهم في هذه العواشر، تعطيون كل شيء، اي واحد مشى عندهم الباب ديالهم مفتوح لهم، جزاه الله، الله يعطيهم الخير، الله يجازي المحسنين ويجازي هاد الطاقم، هاد الناس اللي هما واقفين مع هاد اللي يسهروا على هاد الخير وعلى هاد القفيفات هيدا. الناس مساكن دراويش ما عندهم شي، يعني تجي في واحد الساعه اللي هي في وقتها، يعني تينا عارفين كلشي غالي، مواد كلشي غالي، الله يعطيهم الخير، واخا غنشكرهم غنردوا لهم شي هاد الخير اللي
سلام. انا كنشكر جمعيه السعاده كيفكرونا الله يرحم والديهم بالقفه ديال رمضان فيها الزيت والطحين والفرماج والزبده والقطنيه. الله يرحم والديهم، الله يجازيهم بالخير. كيفكرونا في حتى في العيد كيعطيونا القفه كنتعاونوا بها في هذا رمضان. الله يجازي بهم بخير. عندنا وليداتنا كيفكرونا الله يرحم والديهم، الله يجازيهم بخير. وحتى المحسنين كنشكرهم بهذا التعاون اللي كيعاونونا، الله يسهل عليهم، الله يرحم والديهم.